قادر يشكل خطورة على مرمى الزوراء، وهو لاعب وحيد بين أربعة مدافعين. كرة ملعوبة، خطيرة الكرة، جول! الله على هذا الهدف، الله على هذا الهدف الجميل، الله على هذا الهدف الجميل، يا الله على هذا الهدف. هدف 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 لفريق نفط ميسان. لكن شوف الهدف، شوف تفاعل أحمد دحام مع هذا الهدف. هدف جميل لفريق نفط ميسان. شوف منو صاحب الهدف، اللاعب حسن عبد الزهرة. أمامنا مدافع اليمين يلعب كرة بيسارة. حقيقة أنا تفاجأت يعني في عملية لعب الكرة، لأن هو يعني يلعب مدافع يمين، لكن شوف يعني وكأنه لاعب أشول، يعني هو يلعب مدافع يمين لكن في هذه الكرة وكأنه يلعب بقدم يسار، وكأنه وضعها بإيده مو بقدمه. شوف مكان، في مكان بعيد جدا على جلال حسن، مسجلا أول أهداف